تحية الثورة والنضال لجماهير الانتفاضة الشعبية في عدبرة والدمازين وبورسودان والخرطوم والقضارف وكل مدن وأرياف السودان التي رسمت اللوحة السودانية خالصة لمشاركتها في الانتفاضة. ولا يفوتني أن أعزي أسر شهداء حبة ديسمبر الذين سقطوا برصاص ميليشيات النظام الغادر، وخاصة رصاص عناصر الأمن الشعبي والجناح المسلح لطلاب الحركة الإسلامية. عاجل الشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين في زنازين النظام من شرفاء معركة الحرية والكرامة. وفي مثل هذا اليوم نحيي بسالة وجسارة قوى الانتفاضة وفي طليعتها الشباب والطلاب الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تصحيح الأخطاء التاريخية، الأخطاء التي أفرزت الواقع المأزوم الذي يهدد بقاء السودان كدولة. والتحية موصولة للنساء الباسلات والأطباء والمهندسين والمحامين والتجمعات المطلبية وتجمع المهنيين الذي برهن على أنه البديل الأنسب للقوى النقابية المؤدلجة. إن ظاهرة استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين العزل بسبب التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة، هذه الظاهرة أصبحت سمة لازمة لكل الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد منذ فجر الاستقلال وإلى يومنا هذا، سواء أطلقت تلك الأنظمة على نفسها مدنية ديمقراطية أو عسكرية. وما حادثة عنبر جودة حيث تم قتل المزارعين في خمسينيات القرن الماضي وأحداث أكتوبر 64 وإبريل 85 وسبتمبر مجزرة بورسودان مجزرة الهيلفون وأحداث الشعبان وعشرات الجرائم والانتهاكات الأخرى التي ارتكبت بواسطة هذه الحكومات في معظم أنحاء البلاد منذ الاستقلال إلا دليل على ذلك. هذا إذا تحدثنا عن المظاهرات السلمية في المدن، ولكن نفس هذه الأنظمة هي من قهرت سكان الأطراف والريف ودفعتهم لحمل السلاح دفاعا عن النفس. في تلك الأطراف ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وصلت حد الإبادة الجماعية، لكن الأدهى والأمر أن تمر كل تلك الانتهاكات والجرائم البشعة في حق الشعب السوداني دون محاسبة أو عقاب أو حتى مجرد استنكار. لذلك استمر الحكام الذين تعاقبوا على حكم البلاد منذ 56 وحتى الآن الاعتداء المتكرر والانتهاك المستمر للحقوق والحريات دون اكتراث أو مبالغة. إنما وقع من عدوان على المتظاهرين العزل منذ 19 ديسمبر وحتى هذه اللحظة ما هو إلا حلقة ممتدة لذلك المسلسل العدواني على حقوق الإنسان والحريات. لقد عبرت تلك الانتهاكات الجسيمة من أولئك المجرمين والقتلة عن موت الضمير الوطني والإنسان، حيث ثبت بالوثائق والأدلة قيامهم باقتحام المستشفيات على رأسها مستشفى أم درمان التعليمي، حيث استهدفوا وقاموا بإصابة العديد من الأطباء ومساعديهم ولم ينجوا من ذلك حتى المرضى عندما قاموا بضربهم بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع داخل غرف الطوارئ والإنعاش والعنابر دون أدنى اعتبار لحرمة المكان وخصوصيته ودون مراعاة لأي قيم إنسانية. هل تعلم هذه الميليشيات أن هذه البندقية تم شراءها بحر مال هذا الشعب المسكين؟ الثابت أن ما شاهده العالم يوم 9 يناير تم بأوامر مباشرة من البشير فرعون السودان ومن مباركة وتحريض هامانه الداعشي الإرهابي علي عثمان. هنا يطرح السؤال نفسه، لماذا تلجأ الأنظمة الحاكمة في السودان وعلى رأسها نظام الإنقاذ لاستخدام القوة المفرطة في غير موضعها؟
أو دون مبررات قانونية. تأتي الإجابة بأن الدولة الحديثة في السودان صنعها المستعمر التركي في 1821، لذلك كان العنف أبا الغلبة هما مصدر مشروعية الدولة الحديثة في السودان. ومنذ ذلك اليوم أن النخب الحاكمة لم تعطي نفسها وقتا لمعرفة وظيفة الدولة أو السلطة، وإنما نظرت لبهرجها وامتيازاتها فقط، وبذلك فشلت النخب التي حلت محل المستعمر الإنجليزي عند رحيله في 56 لعدم إدراك التزامات وواجبات السلطة، فعجزت بالتالي عن تقديم مشروع وطني يهدف لتحقيق الوحدة الوطنية وإدارة التنوع الذي يزخر به السودان. وعليه نجد أن تلك النخب قد فرضت أوضاعا سياسية مختلة وهمشت غالبية المواطنين السودانيين، وبدلا من تصحيح تلك الأوضاع المختلة فإنها لجأت لتكريسها وحمايتها بقوة السلاح عبر استخدام القوات النظامية كأداة قمع وتسليح المواطنين الموالين، كما ورد في تصريح الشيخ علي عثمان محمد طه الذي كشف فيه عن امتلاك الحركة الإسلامية لكتائب وميليشيات ظل لحماية نظام الإنقاذ، في إشارة واضحة إلى عدم ثقتهم في القوات النظامية وعدم إيمانهم بأن للدين رب يحميه. بالنسبة للشيخ علي، إن الغرض الأساسي من استخدام أولئك المجاهدين وميليشيات الظل والذي لا يريد الإفصاح عنه ليس حماية الدين، إنما هو حراسة الامتيازات والمنهوبات التي حصلوا عليها خلال 30 عاما الماضية، أي منذ الاستيلاء على السلطة في عام 89، من قصور وتطاول في البنيان وأرصدة مالية واستثمارات وشركات وبنوك وأموال. فالسؤال هو كم من أفراد تلك الكتائب والميليشيات أو ميليشيات الظل يمتلكون أرصدة واستثمارات وعمارات في ماليزيا وإثيوبيا والقاهرة ويوغندا، بل حتى عمارات في قلب الخرطوم بالفيحاء كافوري أو المنشية، في دفاعهم المستميت عن تلك المصالح والمنافع المكتسبة بقوة السلاح واستغلال جهاد الدولة. لأن الأشياخ يلجؤون دوما لتبرير وتغبيش الوعي لدى العامة، وذلك برد السلطة التي يتمسكون بها إلى مصدر إلهي وغيبي، باعتبار أنها ليست نابعة من تفويض الناس للحاكم، وانطلاقا من ذلك أحلوا لأنفسهم إذلالا وقتل المواطنين إذا ما طالبوا بالعدل والإصلاح، ولا يهمهم في ذلك إن كنت طبيبا أو مهندسا أو قانونيا أو مزارعا أو عاملا منتجا أو طالبا أو ربة منزل تمسك بيدها مستقبل الوطن بأسره. وبناء على ما تقدم من توضيح لمفهوم السلطة عند الإسلاميين، فلا خيار أمام الشعب السوداني إلا الاستمرار في الثورة السلمية لإسقاط النظام وإعادة النظر في تلك المرجعيات الماضوية والمفاهيم المغلوطة التي بنيت عليها هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم في هذه الدولة، من أجل الخروج من تلك الحلقة الشريرة: دكتاتورية مدنية، انقلاب عسكري شمولي، انتفاضة تعود لدكتاتورية مدنية أعنف واستبداد بالسلطة. الحركة الشعبية لتحرير السودان تؤكد مرة أخرى تأييدها اللامحدود للانتفاضة الشعبية السلمية ووقوفها مع إسقاط نظام الجبهة الإسلامية. وهنا لا يفوتني مناشدة كافة جماهير ومواطني المناطق المحررة بالخروج في مظاهرات داعمة للانتفاضة. نحن نؤمن ونعتقد بشدة أنه لا مناص من استمرار قوة التغيير الحية في النضال والمظاهرات لتصحيح المفاهيم وانتزاع الحق المسلوب، وتثبيت أن السلطة في الأساس هي سلطة الشعب يفوضها لمن يشاء لتحقيق ما فيه الخير والرفاهية للشعب
كما للشعب الحق انتزاعها منه بل ومحاسبته. لماذا لا نتعلم من تجارب غيرنا ممن سبقونا بمئات السنين من الشعوب وهم ليسوا بأفضل منا ولم يخلقوا من نور؟ لقد ثار الشعب الأمريكي على الحاكم وقال له بالصوت العالي: لا ضرائب بلا حق في التصويت. هذا له معنى كبير، إنه يعني المطالبة بالديمقراطية وحق الفرد للترشح وتقلد المناصب العامة أو تفويض سلطته للآخرين، بل وحق تغييرهم عبر صناديق الاقتراع إن فشلوا. أن جورج واشنطن نفسه لم يحكم لأكثر من دورة واحدة مدتها 4 سنوات، رغم أنه قاد ثورة الشعب الأمريكي ونجح في انتزاع الحرية من فك الأسد، وكان في وضع يسمح له بأن يطالب شعبه بالإبقاء عليه في سدة الرئاسة مدى الحياة، ولكنه لم يفعل. ولنا في مندلا جنوب إفريقيا أسوة كذلك، وقد عاصره أكثرنا وهو أبى الاستقلال في جنوب إفريقيا، حيث ترك السلطة طوعا بعد 4 سنوات فقط، رغم إلحاح الناس عليه للاستمرار في الحكم. ما هو الفرق بين جورج واشنطن ومانديلا من جهة والبشير من جهة أخرى؟ لقد كان واشنطن ومانديلا يفهمان ويعرفان أن السلطة مسؤولية وأمانة وواجبات تجاه الوطن والمواطن، وليست وجاهة وكاميرات وجعجعة وميكروفونات أو مكاسب شخصية بدون برامج أو إنجاز أو محاسبة، وأن الدولة ليست بقرة تحلب دون أن تعلفها، وأن السلطة هي سلطة الشعب في الأساس، والشعب هو الذي يفوضها لمن يشاء وينزعها ممن يشاء عبر صناديق الاقتراع، ولكن تلك انتخابات حرة ونزيهة، وليست كالانتخابات التي يتشدق بها البشير ومفوضية الدكتور عبد الله أحمد عبد الله ودكتور محمد مختار الأصم، اللذين اختارهما البشير لإجادتهما فنون التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين. لذلك عندما يتحدث البشير عن انتخابات 2020، فإن أي سوداني يتمتع بقدر من الوعي يتقزز من سماعها، باعتبار البشير عدو الديمقراطية الأول والمزيف لإرادة الشعوب السودانية. فليسقط البشير مغتصب سلطة الشعب وكل معاونيه الآن، فلتعد السلطة للشعب، فالشعب يعرف كيف يحكم نفسه وكيف يعيد الأمور إلى نصابها وكيف يستعيد دولة الرعاية الاجتماعية إلى السودان كما تركها المستعمر نفسه. وفر مجانية العلاج والتعليم وديمقراطية تعددية تضمن التداول السلمي للسلطة، وليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ولا وصاية من أحد بعد اليوم، أن أي حاكم يجب أن يعرف أنه خادم للشعب وليس سيده، إن قيمة الفرد عندنا تكمن في العمل والمساهمة الفاعلة في الإنتاج لتطوير حياة هذا المجتمع وتسهيلها، وليس نهب وسرقة أموال الشعب وإيداعها في حساباته خارج البلاد أو استثمارها في دول أجنبية لتسهيل حياة شعوب أخرى في ماليزيا وغيره. يجب استعادة السلطة من المغتصب المتدثر بثياب الوطنية تارة وباسم الدين تارة أخرى، بينما لا دين له، لأن الدين المعاملة والدين النصيحة. ومن جانب آخر نذكر أبناءنا في القوات النظامية من الجيش والشرطة وجهاز الأمن بأنكم من صلب هذا الشعب وخدامه، ولستم انكشارية أو مرتزقة مستجلبة لضرب الشعب وقتله وإذلاله. يجب أن تراجعوا أنفسكم وتعرفوا وظيفتكم وما هو دوركم. هل هو لحماية الوطن من أطماع العدو الخارجي، أم الدفاع عن الحاكم الظالم مهما زين صدره بالنياشين؟ هل هو لحراسة الدستور والحقوق والعدالة، أم أنك أداة في يد الجلاد بحراسة القطط السمان؟
على القوات النظامية أن تعي دورها جيدا، وليست مهمة الكلية الحربية تفريخ الرؤساء أو إعداد خريجيها للقيام بالانقلابات العسكرية والتسلط على الشعب والانقضاض على الدستور دون تصور لمشروع وطني وما يجب أن تفعله بهذه السلطة، غير المباهات والظهور على شاشات التلفاز وصفحات الجرائد كل صباح. اعرف دورك ووظيفتك، إذا لم تعجبك تلك الوظيفة فابحث لك عن أي عمل مشروع أو كسب شريف تساهم به في بناء وتطوير وطنك، بدلا من أن تتحول إلى دكتاتور أو حاميا لفرد ظالم ومستبد. وختاما، رسالتنا لدول العالم والإقليم وكل القوى المحبة للحرية والسلام والديمقراطية كقيم إنسانية أن الإنسانية لا تتجزأ، ولذلك نناشدكم بالوقوف مع الشعب السوداني ودعم انتفاضته المشروعة ضد النظام الأخواني وأجندة الإسلام السياسي. يجب الكف عن دعم ومساندة النظام المعزول والمتداعي، والمصالح المشتركة تتحقق بانتصار إرادة الشعوب وليس بدعم نظام الفساد والاستبداد والإبادة الجماعية. عبد العزيز آدم الحلو، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان، السبت الموافق 11 ديسمبر 2019.